مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم باللقاءات المباشرة عبر برنامج لبنان اليوم، وأيضا مباشرة من مجلس النواب، حيث يتم الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الرئيس المكلف دكتور حسان دياب. وبسرني استضيف في استوديو معي عضو مجلس حزب الكتلة الوطنية الأستاذ لين حرفوش. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لك أكيد على الاستضافة، أنا بشرفني أكون معك اليوم. ميرسي لك أستاذ لين. اليوم شفنا اليوم باليوم 65 للحراك، وبدأت الاستشارات النيابية غير الملزمة بمجلس النواب دكتور مع دكتور حسان دياب. هل أنتم راضين عن تكليف دكتور حسان دياب؟ نحن مش بمطرح لنقول إذا راضين أو مش راضين، في مواصفات طلب الشارع للشخص اللي بده يتكلف تشكيل هيدي الحكومة. حسان دياب بنظرنا ما عنده هاي المواصفات اللي عم يطلب الشارع. هلأ إذا قدر حسان دياب يقوم بهالمهمة وقدر يستمع للشارع ويشكل الحكومة بناء على مطالبها بيكون كتير منيح، أكيد نحن حننبسط، لأنه بالنهاية نحن بوضع كتير صعب، والأهم هو أنه نقدر ننقذ البلد. إذا حسان دياب رح يكون المنقذ للبلد كتير منيح، مش رح نزعل. بس بتصورنا بحسب كشخص حسان دياب، مع احترامنا له أكيد، ما بنعتقد أنه رح يقدر يقوم بهذه المهمة. طيب شفنا دكتور حسان دياب بكل خطاباته منذ تكليف عم بيقول أنه رح نستمع لمطالب الحراك، رح نكون حكومة أخصائيين، رح نكون عنا عمل أكثر من الكلام. يعني شفنا هالخطابات المشجعة ومد إيده للحراك، هل تعتبر انه ما راح يقدر يشكل حكومه التكنوقراط اللي عم بينادي فيها الحراك؟ انا بقول لك شغله، اول شيء مجرد انه هو عم بيقول انه هو عم يستمع للناس شيء كثير منيح، بس كمان كل احزاب السلطه الى 60 يوم عم بتقول انها هي عم تستمع، ونظرا انه بعد 65 يوم معنا بهيدي الازمه، معناتها مش كثير قدرانين نصدق الاشياء اللي عم تنقال. كشخص حسان دياب اوكي عم بيقول بده يشكل حكومه مستقله، بس عم بيتم الحديث كثير عن تعيين اخصائيين من قبل احزاب بهيدي السلطه، وهيدا الشيء بيعني انه هيدي حكومه ما رح تكون مستقله، ومش هيدا اللي عم بيطالب فيه الشعب. فمش كثير عنا امل بانه رح يقدر يشكل هيدي حكومه تكنوقراط. واكيد في امور اخرى، يعني بما انه هو كان وزير تربيه بفتره من الفترات، يعني بنقدر نجرب نفهم قد ايه رح يقدر يحقق. للاسف لم يستطع أن يحقق الكثير خلال ولايته بوزارة التربية. في لك أنه أول مقابلة عملها لما كان لما طلع وزير تربية بوقتها مع جريدة الأخبار، لما سألوه كيف وصلت لهون، لأنه كمان بوقتها كان في استغراب لاسم حسان دياب مثل ما عم بيصير هلأ. أول جواب له كان وصلت إلى هنا بفضل صداقتي مع الرئيس ميقاتي. فهيدي كريتيريا منا كتير منيحة. طيب هي وين المشكلة إذا في يعني علاقات مع الرجال السياسي ولا لكن بنفس الوقت هن أخصائيين وقادرين يديروا ملفات اللي بين إيديهم؟ أكيد أكيد هو ما في مشكل، وكلنا عنا علاقات عديدة، وكتير منيح أنه نحافظ على علاقات سليمة مع جميع السياسيين، بس مش يعني بنختار بناء على من أقرب لي، مش بناء على مين أكفأ، وهون المشكل. هذا غير أنه بوقتها كمان حسان دياب قال أنه هو بيعرف قد المستوى التعليمي تبعنا سيء، ورح يكون عنده مهمة إنقاذية لهذا القطاع، بس نحن نعرف أنه هالقطاع لم يتحسن وبعدنا عم نواجه نفس المشكلة. ما ننسى أنه ما انكتب عمرك طويل لحكومة رئيس نجيب ميقاتي، يمكن بعد ما قدر يكون يبلش أو يعالج الملفات. لو كانت الكتلة الوطنية ممثلة بالبرلمان عندها عدد نواب، من كانت اختارت مرشح لرئاسة الحكومة؟ يعني هي مش مين، مش شخص، نحن منرشح مواصفات. شو البورتفوليو؟ شو المواصفات يلي بدنا اياها؟ مثل ما قلنا 65 سنة عم نقول، مستقل ومختص وسيادي، يعني منه تابع ل ما عنده راعي اقليمي ودولي بياخذ اوامره منه. واكيد اكيد يكون عنده انجازات يذكر لها. نحن هلا البلد بوضع منه طبيعي، منا بالوضع الطبيعي وعم نعين رئيس حكومه فينا نعتمد على حي الله حدا. نحن بحاجه لحكومه انقاذ. الكتله الوطنيه من وقت اعاده اطلاق نشاطها بشباط، وبعدين بمؤتمر صحفي بحزيران، وبعدين قبل بنهار من الثوره لما اطلقت حمله مشروع افعال لمكافحه الفقر المدقع، قبل بنهار واحد من الثوره كانت بهول ثلاث محلات عم تدعي لتشكيل حكومه انقاذ وطني، لانه وضع البلد ما بيحمل. فنحن بحاجه لشخص استثنائي، وشخص فعلا اولوياته هي البلد، ما عنده مصالح خاصه وما عنده اجنده لحزبه فيها اولويه.
طيب استاذ لين، حضرتكم الحراك من اول يوم لبعد 65 يوم عم بيدعي لتشكيل حكومه تكنوقراط، لكن هيدي الحكومه التكنوقراط فينا نقول عندها علامه استفهام، او خلينا نقول يعني امتعاض من بعض الاحزاب السياسيه ومن بينهم حزب الله وحركه امل. عم بيقولوا لا، ليش تكنوقراط؟ لانه الامريكان طالبوا بحكومه تكنوقراط. يعني كيف نقنع الطرف الاخر انه هي حكومه تكنوقراط لانقاذ الوطن وليست استفزاز لهذه الاعزاب؟ اوكي، اول شيء خلينا اهم نقطه بالنسبه لي بكل شيء قلته هو انه خلينا نكون متاكدين انه هيدي الثوره سياديه بامتياز، بغض النظر عن جميع ما قيل عنها بدخول سفارات واحزاب وجمعيات، حتى لو كان في جزء صغير موجود منهم، بس الاكثريه هي مع هيدا الوطن وهي بدها انقاذ هيدا الوطن. من ناحيه حزب الله او حركه امل او اي حدا عم يعتبر حكومه تكنوقراط هو مطلب امريكي، فهيدا الشيء بس لانه رح يحطهم خارج السلطه التنفيذيه. بس نحن ليش بدنا اياهم خارج السلطه التنفيذيه؟ هيدول الاحزاب لها 30 سنه بمنظومه حاكمه لم تحقق شيء، بالعكس مش بس ما حققت، عملت أسوأ، وصار البلد عم ينهار شوي شوي لحد ما وصلنا للوضع يلي نحن فيه هلا. لهالسبب ما فينا نضل نقول هيدا مطلب امريكي. هيدا غير عن انه يعني هيدا الحديث مرفوض لأنه كأنه عم نسخف الناس يلي بالثورة والناس يلي عم بتطالب بحكومة تكنوقراط، كأنه عم نتجاهل أوجاعها، عم نتجاهل مطالبها وما عم نسمعهم، وعم نعتبر أنه هن مسيرين من قوى خارجية، بس هيدا الشيء منه صحيح. طيب أيضا يعني في قسم من الشعب هو مع الحراك وطالب بحكومة تكنوقراط، لكن أيضا في قسم كبير أو بيوازي هالقسم اللي عم يطالب بحكومة تكنوقراط بده حكومة سياسية، يعني اللي هن مناصري للأحزاب. يعني هون كيف بده يصير في تم اقناعهم لهال انا اللي رح اقول لك اياه هو انه حكومه التكنوقراط ستعمل من اجل جميع من في هذا البلد، السياسيين اللي بيشجعوا احزاب السلطه واللي ما بيشجعوا المواطن اللبناني العادي، فيما الحكومه السياسيه ستعمل مثل ما عملت ب 30 سنه اللي ماضيه لخدمه نفسها ولخدمه حزبها ولخدمه مصالحها الخاصه. وهون ساعتها أنت اللي شو بتنقي حكومة بدها تخدم كل البلد حتى لو في ناس بعضهم محزبين وبعضهم مسياسين، أو بدك تنقي نفس الحكومة، نفس نوع الحكومة اللي لها 30 سنة عم تأذي هيدا البلد. من هون أنا فيي أقول لهم أنه تشكيل حكومة تكنوقراط منه ضدكم، بالعكس هو شيء مثل ما هو إلي هو إلهم. وهون نقطة كتير مهمة ما عم يعني منا عم ننتبه له، حتى الناس اللي نزلت ضد الثورة أو حتى الناس يلي ظهر ما صار في مظاهر عديدة على الطرقات عم بتجرب تقول لا للثوار يلي على الأرض، بس هول الناس داخلهم بيعرفوا أنه الثورة محقة. ليه؟ لأنه وجعهم مثل وجعنا. صح. يعني أنا وياهن لما كنا بالمدرسة كان يوصلنا ورقة أنه نحن تأخرنا عن دفع القسط، أنا وياهن لما كنا نروح على الجامعة كنا نتبهدل تحت الشتاء ونغرق بالشتاء، أنا وياهن قدمنا على 10 وظائف وما انقبلنا مع أنه نحن كفؤين، يا لأنه ما كان بدهم طايفتنا، يا لأنه في ابن زعيم بيستاهل أكثر منا، يا لأنه ما كان عنا واسطة. أنا وياهن لما أولادنا يمرضوا بنحكي الهم حق دواء الالتهاب، لأنه بنعرف أنه الصيدليات صاروا دكاكين وما في رقابة. أنا وياهن بنحكي الهم نتجوز ونأسس عائلة، لأنه ما بنعرف إذا رح نقدر ندفع لعائلتين، لأنه بتعرف أنا بعد ما أتجوز بدي ضل عم بصرف على أهلي لأنه الدولة ما بتأمن لهم ولا نوع من ضمانة لشيخوختهم. فكيف فيكم تقولوا إنه اللي أنا عم طالب فيه غير اللي أنتم عم بتطالبوا فيه؟ نحن كلنا بالشارع، نحن كلنا عايشين تحت نفس الظروف ونفس هيدي السلطة الحاكمة يلي ما حدا منهم عم بيعيش هيدا الشيء، لا هن ولا أولادهم ولا أقاربهم. ساعتها يخبرونا مين أقرب لإلهم، نحن كثوار على الأرض عم نطالب بمطالب معيشية ومحقة، أو الناس يلي قاعدة بقصورة وبيضلوا مسافرين وحاطين أولادهم بأحسن مدارس وما بيعرفوا شو يعني ينيموا أولادهم جوعانين وهيك من التفق. طيب أستاذ لين، يعني هل لازم الحراك يتوجه لخطاب أو يغير شعارات أو يغير خطابات تيشد هالناس؟ لا أبدا، بالعكس أنا بقول لك شيء، ما شفنا وصلنا لحد مسدود، شفنا صار في اعمال شغب، يمكن لو ما يعني القدره الالهيه بالساعات الاخيره يمكن صفتنا بحرب. صحيح. شو كيف بدكم تجيبوا هالناس لعندكم؟ هيدي الناس
بداخلها هي معنا، ولكن هالأحزاب السلطة بعد ما لقوا أنه ما في ولا رابط بيربطهم بهدول الناس، ليه؟ لأنه ما بيربطهم لا رابط اجتماعي ولا رابط، ولا حتى عندهم أفكار سياسية ولا عندهم خطة مستقبلية ولا اقتصادية ولا أي شيء بيربطهم بهدول الناس. لقوا الشيء الوحيد يلي قدرانين يضلوا يسيطروا على الناس فيه هو العصب الطائفي للأسف. وعلى هالأساس بعدهم بيشدوا هالعصب الطائفي وبيخلوا الناس تنزل على الطرقات، بس ما هدول الناس جوعانين مثلهم مثل الثوار يلي بوجهن. ف يعني مش منطقي الثورة بدها تغير شعاراتها، ليه؟ من أول نهار الثورة كانت بشعارات مطلبية محقة، احنا ما فينا نغير. بالعكس أنا هون اللي بستغربه هو إنه الثورة إلى 65 يوم ما عندها قيادة، ولكن عم تقدر تطالب بشي واحد، عم تقدر تميز المنيح من القبيح، عم تقدر تميز الصادق من الكذاب، وبعدين بيجوا بيقولوا لك إنه الجماعة مش عارفين شو بدهم. يعني ابدا مش قادرين نشوف الوضع على الارض هيك نحن. طيب 65 يوم من الحراك شفنا مشاهد نموذجيه، مشاهد حكي عنها الاعلام العربي والغربي من الثوره، شفنا يمكن التعاطف والتكاتف بين يعني مناطق الشمال لمناطق الجنوب حتى البقاع والمدينه بيروت العاصمه، يعني شفنا هالتلاحم الاجتماعي اللي صار بالثوره، لكن ايضا شفنا بعد المشاهد اللي يعني خلينا نقول نزعت هالصوره اللي عكسها الاعلام وعكست الحقيقه. يعني شفنا بعض المظاهر اللي صارت بالرينج، شفنا امبارح على الكورنيش المزرعه، وهودي ناس كانوا جزء من الحراك وفجاه صار في ديفياسيون او صار في يعني خلينا نقول انعطاف لهالشيء. خايفه ليك؟ ماني خايفة لأنه هالشي تكرر كذا مرة وما قدر يأثر على عزيمة الناس، وكنا يعني نحن على الطريق مع الناس وعم نسمعهم وعم نشوف أنه تخطوا حاجز الخوف. في قفزة نوعية عملناها بهيدي الثورة، في الخوف من الآخر تخطيناه، على الرغم من أنه الأحزاب السلطة إلى 30 سنة وما زالت حتى الآن عم تجرب تلعب هيدي اللعبة لأنه هيدي طريقتها الوحيدة للسيطرة على الشارع، بس قدروا الناس بلشت تقدر تميز وبلشوا يفهموا أنه نحن مش غير بعض، نحن كلنا تحت هيدا الوطن، ما حدا فيه يتجاهل او ينكر مظاهر اللي شفناها بصور بالنبطيه بطرابلس بسعد نايل بكفر رمان. ما بقى فينا ننسى انه بيروت عم تتظاهر كرمال كل لبنان، وكل منطقه عم تتظاهر كرمال الكل. ما بقى فينا ننسى الدعوات يلي عم بتصير لحتى الناس تكون مع بعضها ولحتى الناس تدعم بعضها. فهيدا عشان هيك ماني خايفانه، عن جد كسرنا حواجز كتير كبيره. اوكي هلا احزاب السلطه عم بيوقفونا، ما قدرنا نكفي هيدي الخطوه على الاخر مع انه كنا كتير قراب، بس مش يعني ما رح نكفيها. في وقت بعد الناس عم تكتشف، يمكن هلا لما عم نشوف انه بعدهم السلطه بيقولوا انه هن عم يسمعوا للناس بس بيعملوا العكس، حتى الناس بلشت تبعد عن أحزابها. وكمان كتير ضروري نتذكر أنه الشارع ما نزل ليسقط شخص ولا نزل ليسقط طائفة، نزل ليسقط منظومة. استاذ، خلينا ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب. مش ملزمة، لكن هي تبادل في الآراء وجهات النظر بما يخدم لبنان. ونحن من وجهة نظرنا طرحنا بالعنوان الأول أن تكون هذه الحكومة حكومة طوارئ اقتصادية مالية معيشية. الهم الموجود الآن على كاهل كل المواطنين وفي مؤسسات البلد والدولة هي المسألة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالتالي المؤثرة على الحياة المعيشية اللبنانيين. النقطة الثانية، موضوع الحكومة كتير بنسمع اليوم مصطلحات ربما جديدة على الحياة السياسية أو قديمة، لكن نحن بنعتقد أنه شيء ثابت بالبلد هو المؤسسات الدستورية. تشكيلة حكومة بتجي على قواعد المؤسسات الدستورية وبما يعني يشكل الدستور قاعدة، لأنه نحن بنعتبر الحكومة هي حكومة القرار السياسي. هذه الحكومة أو أي حكومة هي السلطة الإجرائية، السلطة التنفيذية، هي حكومة كل لبنان لكل اللبنانيين. من هون في دستور هو بشكل القاعدة والمعيار في تركيبة الحكومات. ثلاث، بدنا الحكومة
تعطي إشارات للمواطنين حول جديتها في العمل لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، اللي هي مع الأسف مفقودة. نحن مع استعادة ثقة المواطنين بالدولة. إذا ما رجعت هذه الثقة، لبنان سيبقى مفكك وموجود بالشوارع، وربما يضاف عليه ناس. فنحن مع استعادة الثقة حتى تتمكن الدولة. طبعا نحن ما عم نقول في الدولة بسحر ساحر ممكن تغير كل شيء، لكن في إشارات إيجابية مفترض يتلقاها المواطن إذا كان عمل الحكومة عمل جدي. اثنين، ثلاثة، موضوع الحكومة بموضوع ما يجمع بين اللبنانيين. نحن عم نفتش عن كل شيء يجمع بين اللبنانيين. أول شيء بيجمع بين اللبنانيين المصير الواحد والمصلحة المشتركة الواحدة اللي بتتعلق ببدء الإصلاح السياسي في قانون انتخابي واحد للبنان، دائرة واحدة على النسبية خارج القيد الطائفي، ونعمل على أن يكون خارج القيد الطائفي مع طمأنة الطوائف بقانون مجلس الشيوخ الموجود عمليا بدستور اللبناني. أربعة، نحن منعتقد أنه إذا تمكنت الحكومة بالسير بهذا الإطار، نحن منعتقد بلشنا نحط الأمور على السكة لإنقاذ البلد. نحن عم نقول أنه في معايير دستورية تكنوقراط، كل الحكومات فيها تكنوقراط كلها، ولا مرة ما اجت حكومات فيها التكنوقراط وما اجا فيها سياسيين، لكن الحكومة هي حكومة القرار السياسي في لبنان. فلذلك كون القرار السياسي في لبنان مفترض يكون المعيار معيار دستوري، بدها تستفيد من كل الطاقات وكل الامكانيات اللي بتخدم هذا البرنامج. نحن المصطلحات تكنوقراط وتكنو سياسي هذا كله بسياق المعايير الدستورية في تشكيل الحكومات، لأنه منراهن على أن السلطة الإجرائية اليوم والسلطة التنفيذية هي الحكومة اللبنانية، مش أفراد بالحكومة اللبنانية، هي الحكومة اللبنانية، قراراتها مجتمعة وقراراتها تتخذها لصالح العام لسياسة الدولة الحكومة، مش وزير، وزير من ضمن مجلس الوزراء. يعطيكم العافية. يعني شفنا بعض كمان النواب بعضهم عم يعطوا تصور للحكومة، أصلا كان يعني من الصبح صار في عنا كذا تصور، في حكومة طوارئ إنقاذية، حكومة أوسع تمثيلا، حكومة لون واحد، حكومة سياسية. يعني عم نشوف، هل بعض السلطة ما عم تقرأ نبض الشارع؟ لا أبدا أبدا، وهذا شيء مؤسف بالرغم من كل مزاعمهم أنه هن عم يستمعوا للناس. يعني 65 نهار حدا ما بيعرف عربي بظن كان قدر يفهم عن الناس شو بدهم، وعم نشوف انعكاس عند السلطة ولا حدا عم يسمع. طيب أستاذ لين، يعني كذا مرة فخامة رئيس الجمهورية وأيضا أحزاب السلطة دعت إلى الحوار مع الحراك. صحيح. يعني في مد إيد للحراك، وشفنا أيضا حتى وقت استقالة رئيس الحريري كان استجابة لمطالب الحراك، بس عم نشوف أنه الحراك صار بموقع الرفضي كل شيء. لا، يعني شو ما ينطرح اسم لا، شو ما ينطرح صيغة لا. طب هذا مش لازم انه ينتظر شوي الحراك تنشوف الاجنده اللي بدهم يعملوها الحكومه الجديده؟ انا هون رح اقول لك شيء كثير بسيط. الحراك ما طالب باستقاله حكومه الرئيس الحريري، الحراك طالب، الثوره طالبت بتشكيل حكومه مستقله تنقذ الوضع بلبنان. بعد ما استقال الحريري اكيد هيدا منه شيء كافي، لانه اذا ما تشكلت حكومه مش رح ينحل الوضع بلبنان. بقى قدام ناس إلا بالشوارع 65 يوم عم تطالب بنفس المطلب من أول نهار، يلي هو تشكيل حكومة مستقلة. عفوا على المقاطعة، بس كيف عندكم أخذ على الرئيس الحريري كمان بدكم إياه؟ لا أكيد، ما نحن بدنا إنه خروج جميع أحزاب السلطة من هيدي الحكومة وتتشكل حكومة مستقلة. بس أنا قصدي إنه نحن ما خلص مطلبنا عند استقالة الرئيس الحريري لحتى نصير عم نعمل تفاوض. طب ما المطلب الرئيسي لأكثر من مليون لبناني قاعدوا على الطريق وبظل هيدا الوضع التعيس اللي نحن فيه، كان تشكيل حكومة مستقلة ومختصة. عطونا هيدا المطلب وبعدين نحكي. ما في امور كثيره لازم نرجع نشتغل فيها. في هيدي الحكومه لازم يكون عندها صلاحيات استثنائيه، وفي عندها خارطه الطريق لازم تشتغل عليها. بوقتها فيكم تطلبوا من هيدي الناس تعطيكم فرصه، بس هلا كيف بدكم تطلبوا منها تعطيكم فرصه وانتم المطلب ما عملتوه؟ استاذ لي، يمكن بعد هالفتره وبعد 65 يوم
مش معلق إذا أعطينا فرصة لدكتور حسان دياب إذا قدم أجندة، إذا قدم تشكيلة معينة وخارطة الطريق للحكومة. هو يعني هي بتبلش من من نعرف شو هو شكله للحكومة. طالما في أحاديث عن قيام أحزاب كانت أحزاب سلطة بالثلاثين سنة الماضية بتعيين هيدول الوزراء، وإنه الدكتور حسان دياب ما نفي هيدا الشيء، معناتها نحن مكفين بهيدا الطريق وهيدا امر مرفوض. نحن ما بنعرف هو يعني كان مرشح حزب الله؟ هلا النواب حزب الله وجميع النواب اللي بيدوروا بفلك حزب الله رشحوا سموا حسان دياب لا تكلفوا بتأليف فقط لأنه سمته هالأحزاب صار مرفوض؟ لا أبدا لا. لأنه مش مهم ينسميه، المهم شو قادر يحقق هو بظل وجود هيدي الأحزاب. يعني إذا هو مين ما سماه بس قدر يشكل حكومة مستقلة ما فرضوه عليه هيدي الأحزاب، لكن الله يوفقه. نحن ما عنا طرف الوقت هلأ لحتى نقول. طيب استاذ ليلى، نحن عم نوصل لحلقه يعني مسكره مع يعني مين بده يسميه بالاخر؟ رح تسميها الاحزاب؟ يعني الرئيس المكلف في اليات دستوريه نحن محترمه عنا بلبنان، الاحزاب بتكلف بتسمي الرئيس المكلف. طيب ما رح تقولي انه ما مين ما سميه رح يقول هذا الفريق سمى هذا الفريق؟ عشان هيك انا قلت لك مش مهم مين سميه، قدام شو رح يعمل، قدام اذا رح يقدر يطلع من سيطرتهم ويطلع من اوامرهم. اذا هلا حسان دياب رح يقدر يشكل حكومه ما بتفرض عليه ولا اي حدا من احزاب السلطه، معناتها هو مرشح جيد. يعني رح تعطوه فرصه ليشكل؟ نحن مش بنعرف. اليوم شفنا في دعوات على السوشيال ميديا، شفنا دعوات على السوشيال ميديا اليوم انه للتجمع اليوم من عشيه ولا حتى بكره رفضا لتسميه حسن. بس انا رح اقول لك شيء، اول شيء من ناحيه الكرايتيريا هو لا يقع تحت ما يطلبه هذا الشارع، بس بكل الاحوال مش يعني السلطه وعم تسمع هذا الشارع شو بده. يعني هو أصلاً ظهور اسم حسان دياب فجأة منه ما كان فجأة، هو شيء مرتب، وهلأ رح نشوف شو رح يصير. بس إحنا مش بموقع سلطة للأسف. يعني العديد من علامات الاستفهام والاتهامات حامت حول الحراك منذ بدايته، أنه ممول خارجياً، يعني ينفذ أجندة أمريكية غربية، ينفذ أجندة عربية، يعني اتهامات من كل صوب وصلت على الحراك. كيف بتبعدوا هالاتهامات عنكم، وخصوصاً أنه مواقفكم ومطالبكم تتماهى مع ما تطلبه الإدارة الأمريكية؟ أنا اللي بقول لك هو أنه الإدارة الأمريكية عم بتطالب بما يطلبه الشارع وليس العكس، هي أولاً. ثانياً كيف قدرانين نحول مطالب معيشية لناس جوعانة بالطرقات بدها أقل حقوقها، يعني أمور كتير بسيطة، ونعتبرها مؤامرة خارجية؟ وهيدا نظرية المؤامرات اللي نحن بهيدا البلد كل ما يصير شيء ما يعجبنا دغري بنقول في مؤامرة خارجية. يعني نحن كلنا معرضين للتخوين، بس هون شو السيء؟ السيء بالموضوع هلا انه اللي عم يخونوا هن الشعب، هن ناس نزلت على الطرقات، قعدت على الطرقات 65 يوم، تقلعت من شغلة، عاشت وقت صعب، مش عم يقدروا يجيبوا مصرياتهم من البنوكة، عم يعيشوا بظروف اقتصادية واجتماعية سيئة جدا، عم يتخونوا. يعني كتير هيدا الشيء سيء. وكمان يعني مضطرين نقولها، بس لو فعلا كان الأمريكي عم يقدر يسيطر على هيدي الثورة كانت مطالبنا هلأ بمطرح تاني كليا، بغض النظر لو حاولوا. يعني قصدك ما طلبتوا بنزع سلاح المقاومة؟ أنا سلاح المقاومة أو غيرها من اللي هن أمور أولويات. هو هذا الهاجس. طب والحزب الله يعني خايف من هالحراك إنه بآخر شيء نوصل حكومة تكنوقراط، آخر شيء نطالب بنزع سلاح حزب الله؟ هيدي المعادلة ما فينا نضلنا ماشيين فيها. ومع الوقت حتى جمهور هذا الحزب يلي مقتنع فيها رح يبطل مقتنع فيها، لأنه الحالة الاجتماعية والاقتصادية عم بتسوء، وعم نشوف شو عم بيصير بهيدا البلد. فهيدي المعادلة رح تنلغى، ورح نفهم انه مش هيدا هو المطلوب ابدا ولا حدا عم يحكي فيه. في احزاب خلينا نقول ركبت موجة الحراك منذ اليوم الاول، من بينهم حزب الكويت اللبنانية، وحزب الكتائب اصلا كان عم يتماهى مع مطالب الحراك. هل هذا الشيء مرفوض عندكم؟ اول شيء خلينا نكون واضحة انه نحن ما فينا نرفض او نقبل، بس انا بقول لك شو رأينا. حزب القوات اللبنانية او الكتائب او اي حدا، كتير منيح انه استمعوا لنبض الشارع، كتير منيح انه القوات اللبنانية استقالوا، بس هون حتى رافضين يفوتوا بالحكومة. يعني هون في شغلتين بدنا نكون منتبهين لهم كتير منيح.
شوي بضحك انه ناس هن جزء من هيدي المنظومه عم صاروا عم يحكوا كانه براتها. يعني ما بدنا ننسى ان القوات اللبنانيه او الكتائب او اي حزب عم بجرب يركب هيدي الموجه هن جزء من احزاب السلطه، وبالتالي هن جزء من الناس اللي وصلونا للحاله اللي نحن فيها اليوم. ثاني شيء انا بعطيك مثل عن اللي صار لما امتنعوا القوات اللبنانيه عن تسميه اي حدا لتكليف. هون معناتها هن ابدا ما عم يسمعوا الثوره. يعني انا مش عم بقدر افهم شو يعني ما في حدا مستقل، ما في حدا متخصص، ما في حدا كفوء وقادر ينقذ البلد. يعني كمان صوته ما بيقدر ولا بياخر ينزل 15. هذا موقف، هذا موقف بدك تسجله، الامتناع عن التسميه كانك عم تمضي لهم للطرف الاخر انه معكم حق، نحن ما عندنا حدا بنسميه بس مش موافقين على التسميه تبعكم. يعني منه منطقي ابدا انه ما سمينا الثورة. ما بدها تأجيل اتجاه انه يسموا نواف سلام، هل كان هذا الشيء يرضي الحراك؟ مش قصة يرضي الحراك او مش يرضي الحراك، انه بين حسان ديب ونواف سلام خلينا نعمل مقارنة ونقرر مين الأحسن. وبالنهاية برجع بقول لك كيف حيطلع شكل الحكومة هو الفرق. بس اللي بأكد لك إيه هو إنه هيدي الثورة ما كان بدها مماطلة وما كان بدها تأجيل. عشان هيك لما استقال الرئيس الحريري كنا نحن مصرين إنه بدنا الاستشارات تصير بسرعة، لأنه البلد ما بيحمل تأجيل. فإنه عدم التسمية ولا النواب اللي ما حضروا على الاستشارات وما حسوا حالهم معنيين كفاية، هيدي كلها بتعني إنه هن بعد كل البعد عن الشارع وعن شو عم يطلب. طيب كنا عم نحكي شوي عن الانجازات الثوره، هي انه فكت هالغطاء الطائفي وهل طلعت من القيد الطائفي. نعم. هل صحيح نجحت ام لا وقعت بمطبات؟ قلت لك هي كانت يعني كانت بنجاح، فينا نقول انه كانت بنجاح مستمر لحد ما رجعت الاحزاب تأجج هيدي الفتن. يعني شيء مؤسف جدا، هدول شبابنا اللي بالطريق، هدول مواطنين. كيف نرجع نسترد هيدا الشيء؟ حنرجع نسترده لما نشوف انه الهدف منه اسقاط شخص ولا اسقاط طائفه. حنرجع نسترده لما نشوف انه السنه مثل الشيعي مثل الدرزي مثل المسيحي كلهم عايشين بهيدا البلد وعندهم نفس المطالب. نحن منا ضد طائفه معينه لانه عم نعاني مثلنا مثل كل الناس بهيدا البلد. طيب ملفات عديده رح تكون موضوع على طاوله الحكومه فور التشكيله شو ما كان شكل الحكومه، بس اكيد ما فيها تغيب عن الملف الاقتصادي والمعيشه وايضا الملف القضائي والملف السياسي. عفوا صحيح. يعني في اي ورقه او خارطه طريق مقدمه الكتله الوطنيه، مقدمتها الكتله الوطنيه، او تصور معين لانقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي؟ لانه نحن صرنا بقعر الانهيار، بطلنا عم نهدد بالانهيار. صحيح. وانا هون برجع بقول لك انه من شباط لحزيران لا قبل بنهار من الثوره ونحن عم نطالب بحكومه انقاذيه، مع انه كان في حكومه بس بنعرف انه ما كانت عم تقوم بعملها اللي لازم تعمله. بس في هون شيء أهم نقطة واللي كلهم عم بيقولوها بس أكيد ما حدا منهم قادر يعملها، هي استرجاع الثقة. استرجاع ثقة المواطن بالدولة، استرجاع ثقة المواطن بالمصارف، استرجاع ثقة المغتربين والمستثمرين. عفوا رح نفوت أكثر بالتفاصيل، رح ننتقل مباشرة إلى مجلس النواب مع التصريح النائب سامي الجميكل. يلا. شو الحال؟ يعطيكم العافية. كررنا موقفنا لدولة الرئيس المكلف. نحن نعتبر أنه اليوم أصبح هناك قطيعة كاملة بين الجزء الأكبر من الشعب اللبناني المنتفض من 60 يوم والقوى السياسية يلي ما حبت تسمع صوته، وهذا كبر الهوة بين المؤسسات الدستورية وبين الناس، وهذا شيء خطير وقت تصير الدولة بمال والناس بمال تاني. للأسف في فريق بعده ما يعتبر حاله بنفس المنطق، بده يضلوا عم بيفرض على اللبنانيين مشيئته وإرادته. بده بعد ما واجه هيدي الثورة بالشارع وحاول إجهاضها بعدة مناسبات، اليوم بده يكمل بفرض مشيئته
من خلال المؤسسات الدستورية. هذا شيء نحن رافضينه. نحن نعتبر كل المسار اللي ماشي هو مسار خاطئ راح يودي إلى مزيد من الأزمات بالوقت اللي الشعب اللبناني عم بيفقر وعم بيتعتر، ما حدا عباله أنه يتخلى عن مصالحه وعن حساباته السياسية، كله بعده عم يعمل حسابات صغيرة، كله عم يعمل حسابات سلطوية. لهذا السبب نحن نعتبر ومنكرر موقفنا من أنه الحل الوحيد اليوم إذا بدنا حقيقة نرد القرار للشعب اللبناني، وإذا حقيقة معترفين بهذا الشعب اللبناني أنه هو اللي بيقرر مش هن بيقرروا عنه، عليهم يروحوا على انتخابات نيابية مبكرة كرمال الشعب اللبناني يرجع ينفض هذه السلطة من أولها لآخرها. وقتها قالوا الناس كلهم، يعني كلهم كانوا عم بيقصدوا اللي عم بيقولوه، مش عم بيقولوا الرئيس الحريري بس، مش عم بيقولوا هيدا الوزير بس، عم بيقولوا كل الطبقة السياسية. وهذا ما بيصير إلا من خلال انتخابات نيابية مبكرة تسمح للشعب اللبناني يرجع يقرر مين بده يكون بهيدي السلطة ومين بيمثله، من مجلس نواب لمجلس وزراء لرئيس الجمهورية لرئيس المجلس لكل المراكز الدستورية بالدولة اللبنانية. هذا ما بيتحقق إلا بانتخابات نيابية مبكرة. إذا بدهم يعملوا شيء منيح للناس يعملوا انتخابات نيابية مبكرة وخلي الناس هي تقرر، مش هن يقرروا عنهم بعد ما الناس انتفضت عمدة 60 يوم من شمال لجنوب، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة ودروز ومسيحيين كانوا على الأرض عم بيهتفوا بكلمة واحدة، بدنا التغيير الحقيقي بالبلد. نحن بنعتبر أنه هيدي الخطوة هي كل هالمسار هيدا من أول ما بلشوا على بمنطق المحاصصة والتسويات والغرف السوداء، يعني ما فهموا شيء على الناس. نحن انطلاقا من هم نرفض كل هذا المسار ومنأكد تضامننا الكامل مع الناس المنتفضة على الأرض، ورح نكمل نحن وياهم الناضل من أجل التغيير الحقيقي. مرسي. مشاهدينا استمعنا إلى كلمة النائب سامي الجميل بعد لقاء الدكتور حسان دياب الرئيس المكلف. يعني شفنا كمان مطالب الكتائب تتماهى مع مطالب الحراك، من بيناتهم يعني الانتخابات النيابية المبكرة، حكومة تكنوكرات. شو تعليقك على كلامه؟ مطالب الثورة هي مطالب الشعب اللبناني كله، هي منا مطالب جاي من القمر أو شيء غريب. يعني في أحزاب قريت المطالب، تقرأ كتير منيح إنه قريتها، بدنا هذا الشيء يترجم. بعدين هيدي الأحزاب اللي قلها بالسلطة، هيدي المطالب هي حق اللبنانيين، هي شيء من حقهم. ما فينا هلأ نجي نتصرف كأنه بدنا نعطيهم شيء زايد. أبسط حقوقنا عم نطالب فيه. طيب قبل ما نسمع لخطاب النائب سامي الجميل، كنا عم نحكي عن الورقة صحيح. أو خارطة الطريق إذا مقدمها الكتلة الوطنية أو تصور للمرحلة المقبلة بظل الانهيار الاقتصادي. صحيح، وهون كنت عم قلك أنا أنه أهم شيء الثقة يلي عم يحكوا عنها، بس بشكل يقدروا يرجعوا يستعيدوها بعد أداء 30 سنة هالقد سيء. في عنا ثقة المواطن بالدولة، ثقة المواطن بالمصارف، ثقة المستثمرين والمغتربين بلبنان، لأنه هيدول هن فرصتنا كرمال الاقتصاد يرجع يتحسن، وأكيد ثقة المجتمع الدولي والدول العربية. بس نسترجع، كيف فينا نسترجع هيدي الثقة؟ هي بتشكيل حكومة فعلا ما عندها أجندة خاصة فيها، بل التركيز تبعها هو البلد وهو كيفية تحسين هيدا البلد. وبالنسبة لنا ككتلة وطنية المفروض تشتغل هيدي الحكومة أول شيء لإنقاذ هذا البلد على أربع نقط. أول شيء شبكة أمان اجتماعية. نحن قبل بنهار من الثورة أطلقنا مشروع أفعال لمكافحة الفقر المدقع. الوضع الاجتماعي في لبنان جدا سيء، نسبة الفقر عم بتلامس 50% مع بطالة يعني سيئة جدا. ما فينا نضلنا نتجاهل هيدا الشيء وما نحطه بالأولويات. تاني شيء تخفيف كلفة الدين العام يلي هو موضوع غير مقبول، قديش عم بكلف الخزينة. ثلاثة حل مسألة الكهرباء. يعني الكهرباء، يعني شو هالمطلب العظيم اللي عم نطلب فيه؟ 35 مليار دولار صرنا متكلفين وبعد ما عنا كهرباء، المواطنين عم يدفعوا فواتيرهم وبعدهم ما عندهم كهرباء وعم ينسرقوا هالفواتير، لأنه نحن علينا دين لمؤسسة كهرباء لبنان ب 1.8 مليار دولار. هدول أشياء أبدا مش منطقية وما عم نطالب بأشياء صعبة. ورابعا أكيد تسكير مزاريب الهدر بالدولة، يعني ما معقول المرافق العامة وبكل مطرح في هدر أموال. بتعرفوا شو يعني هدر أموال؟ يعني مصاري عم تختفي، مصاري الشعب. هيدا مصاري الشعب، هو المصريات ومصرياتك ومصريات كل هيدول الناس اللي على الطريق ومصريات كل واحد ببيته. خلينا نتوقف لحظات مع الإعلان، بعدين رح بعض الإعلان رح نحكي عن دور المرأة بالحزب
ودور المرأة بالحراك، وأيضا رح نحكي عن هيك نعرج على زيارة هيل إلى لبنان. مشاهدينا لحظات مع الإعلام. مشاهدينا مستمرين معكم وبلقائنا مع عضو مجلس حزب الكتلة الوطنية السيدة لين حرفوش، أهلا وسهلا فيك مجددا. يعني ما فينا ما نحكي عن دور المرأة بالثورة وبالحراك اللي صار على مدى 65 يوم، شفنا له دور كتير كبير، دور جامع أكثر ما هو دور يعني خلينا نقول متطرف للحراك. كيف تشوف الدور؟ هو شيء طبيعي يكون جامع، لأنه أينما حلت المرأة يعني بيكون في سلام. وصراحة ماني مستغربته كتير، لأنه يعني لا أتوقع أقل من المرأة بما تمثله، خصوصا بلبنان اللي شفناه بعين الرمان الشياح بالخندق الغميق بالتباريس، واللي شفناه على كل الأراضي اللبنانية، اللي شفناه كالنساء واقفين حاجز بين قوى الأمن والمتظاهرين لحتى يتأكدوا ما يكون في مدسوسين. كل هيدول الأمور ما بتوقع أقل، لأنه فعلا المرأة بتعرف بتحط مصلحة عائلتها ومصلحة المجتمع قبل مصلحتها، وهذا شيء أنا بتقوله دايما رئيسة حزب الكتلة الوطنية الجديدة سلام يامون. أول شيء من البداية يكون على انتخاب، نعم، أول رئيس يمكن لحزب لبناني عريق سياسي بوقته مرة سلام يامون. مزبوط، من يومين كان المؤتمر الصحافي اللي كان فيه التسلم والتسليم بينه وبين رئيس كارلوس قدي، وهي دايما بتقول هيدا الشيء، إنه المرأة بتقدر، يعني بيتهموا المرأة أنها عاطفية وأنه عاطفيتها رح تحد لها من عملها، بس هي العكس، هي لأنه بتقدر تعمل العمل بشكل كتير منيح بدون التعدي على الآخرين، ودايما بتحط مصلحة المجتمع قبل مصلحتها الخاصة. ويمكن إذا بهيدا البلد بنشوف نساء أكثر بمراكز سلطة بظن بنصير أحسن. وعد رئيس المكلف دكتور حسان دياب أنه رح يكون في كتير دور كبير للمرأة، يعني خطوة جيدة جدا، بس إذا كانوا الأحزاب هن رح يختاروا هيدول النساء بتقول له بلاهو. طب ليه ما كان في نموذج، يعني نموذج جيد، يعني في عنا كان الوزير فيولات صفدي، الوزيرة مي شدياء، الوزير ريال حسن، يعني في كان وزيرات، يعني مع احترامي لإلهم كلهم مش على طول اختيار السلطة سيء، يعني بدي أقول لك شيء، مع احترامي يمكن أحسن اختيار اختارون هودي. صدقني لما حيلا شخص رح يسمع توجيهات حزبه فوق ما يمليه ضميره عليه تجاه هيدا الوطن، منه كتير محبز. انه سيدتي عم نحكي على طول انه توجيهات حزب، توجيهات حزب، بالاخر في شريحه مع الاحزاب، ما فينا نعمل اقصاء، يعني كنا قبل نتهم السلطه انه في اقصاء لشريحه كتير كبيره اللي هي صوت الشعب. صحيح. طب هلا عم يجي صوت الحراك عم بيقول بدنا نقصي او ما بدنا نسمع لتوجيهات الحزب، يعني عم يصير في كمان، عم يصير في مطرح غبن عند الاحزاب. لا، وعشان هيك انا جاوبتك هذا الجواب من قبل، انه مش غبن، لانه المطالب تبع المتحزبين والشعب فينا نوصل من خلال شخص مستقل، بس ما فينا نوصل من خلال شخص متحزب، لانه رح يحط مصلحه حزبه قبل. بحق له يكون حزبي، بحق له يكون حزبي، اكيد انا حزبيه، انا عضو مجلس حزب الكتله الوطنيه اللبنانيه، بس اولويتي هي الوطن. ولما الحزب تبعي بده يحط مصلحته الشخصيه قبل مصلحه البلد وابناء هيدا البلد، ما بقى في اسمع توجيهاته، ولا بقى في يكون فخوره اني انا بنتمي لهيدا الحزب. نحن بنعرف انه في شريحه كبيره من اللبنانيين ولو اقل من ما نتوقع هي تنتمي لاحزاب، وهذا الشيء كثير منيح، لانه يمكن في رؤيه عند هاي الاحزاب بيلاقوها بتمثلهم، بس ما في ولا رؤيه بتوقع فوق مصلحه الوطن وابناء الوطن كله. طيب لنوصل لهالمرحله، يعني يكون في الاحزاب كلها واصله على مجلس النواب لكن عندها رؤيه الوطن هي الرؤيه الاولى، بدنا قانون انتخاب جديد؟ اكيد بدنا قانون انتخاب جديد. في اي تصور للكتله الوطنيه عن قانون جديد ممكن يكون؟ نحن عندنا قانون، بس مش نحن اللي بنقرر لحالنا، يعني بده اكيد كله بده يصير في نقاش، في ناس رح توافق وفي ناس ما رح توافق. نحن مع قانون الدائره الفرديه، لانه بالنسبه لنا بيأمن افضل تمثيل، بالنسبه لنا بيعطي فرصه لكل الناس، وبيصير في قابليه للمحاسبه اكثر. كثير ناس هلا بينتخبوا ما بيكونوا بيعرفوا كل الاسماء، يعني وشفنا صار مشكله باول الثوره كان سببها انه الناس ما بيعرفوا وجوه النواب تبعهم، فكثير منيح انه نكون قراب اكثر من مجلس النواب، لانه بالنهايه مجلس النواب بيمثل الشعب، والشيء اللي نحن كثير عم ننساه هو انه مجلس النواب هم موظفون عند الشعب.
ولازم يستمعوا لهم، بس اكيد قابل للنقاش ومش نحن بنقرر لحالنا. طيب العودة إلى دور المرأة اللي صار بالحراك، يمكن شفنا هالدور المميز واللي كل الناس حكيوا عنه، كان الإعلام الداخلي، الإعلام اللبناني والإعلام الخارجي، ضوى كتير على دور المرأة بالحراك، وشفنا يمكن أول شعار انطلق الثورة أنثى. في مطالب كتير بالحراك عم يطالبها لحقوق المرأة، منهم إعطاء الجنسية لأولادهم، أيضا قصة الطلاق والإرث، المحاكم الشرعية والمحاكم الدينية، يعني في مطالب كتير كبيرة، وأصلا مطالب الحراك هي كتير متشعبة، يمكن لأنه هذا صار عم نطالب بحقوق أبسط الحقوق، مش صحيح. مش يعني عم نطالب قصص لوكس يعني. وين دور المرأة بالحزب الكتلة الوطنية؟ شو عطينا أهمية؟ شو عطينا حقوق؟ وين عم طلبوا بقوانين، تحديث قوانين للمرأة؟ أول شيء بدي بحب أنا دايما أذكر، لأنه شيء كتير بيقربني من حزب الكتلة الوطنية اللبنانية، أنه حزب الكتلة كان هو اللي قدم اقتراح قانون حق تصويت المرأة، يعني سنة 52 الكتلة الوطنية هي اللي قدمت هذا الاقتراح، وصارت المرأة لها الدور، هيدا الدور السياسي. نحن ككتلة وطنية من آمن بأهمية المرأة، ومن هون بتشوف كان انتخاب رئيسة الكتلة الوطنية اللي هي سلام يموت، انتخبت ب70% من أصوات اللجنة التنفيذية، لأنه عندها الكفاءة، وبرنامج الكتلة الوطنية الانتخابي أو برنامجنا ورؤيتنا للبنان فيه شق كتير كبير عن حقوق المرأة، لأنه فعلاً هدول أبسط الحقوق، ومش مقبول أنه نحن بعدنا بالقرن 21 في مرة ما عم تقدر تاخد حضانة ابنها، في ولد عم يتم استبعاده بسبب أسباب طائفية وسياسية عن أمه. نعم. وكتير أشياء تانية. أنا بدي أسألك سؤال أستاذ لين قبل ما نختم. الشباب اللي على الأرض لهم 65 يوم، تعتبري بدهم تصويب، بدهم أجندة معينة، بدهم خلينا نقول نحط لهم خارطة الطريق ولا لا؟ يعني شو بتوجهين رسالة؟ ليك بدي أقول لك إنه هول الشباب عن جد يعني فخر للبنان، لأنه قدروا على مدى 65 يوم يضلوا بالطريق ويضلوا عم بيطالبوا، ما استمعوا لكل التشويش يلي صار. جرب كتير ناس يحرفوا هيدا الحراك، جربوا كتير ناس يدمروا هيدي الثورة. أحزاب سلطة عندها قدرات هائلة من ناحية التجيش ومن ناحية الإعلام وكتير نواحي، ما قدروا يأثروا على هيدي الثورة. للشباب التانين اللي ضد هيدي الثورة بدي أقول لهم أنه أنتم بتعرفوا أنه الثورة محقة. للأسف الزعيم زعماء هيدي الأحزاب عم بيخلوكم تفكروا أنه هن بر الأمان الوحيد لألكم، لأنه ما عندكم كتير أمل أنه هالبلد يتحسن ويصير عن جد عندكم أمل. أنا بدي أقول لكم أنه بين بر فيه فساد وزبائنية وتابع للمحاصصة، ما بعرف قدي بدكم تعتبروه بر أمان، وبين ثورة محقة عم بتطالب بحقي وحقكم، لازم تعرفوا تختاروا. قبل ما أختم معك سيدي لين، خليني أقرأ بس البيان التوضيحي من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي أكد أو أعلن في بيان أن جريدة اللواء أوردت في عددها اليوم تقريرا إخباريا يزعم إبرام تسوية كاملة بين الحريري وثنائي الشيعي، انتهت إلى تكليف الدكتور حسان دياب وعدم تسمية كتلة المستقبل السفير نواف سلام وأمور أخرى نصبت إلى التسوية المزعومة. وأكد المكتب الإعلامي أن كل ما ورد في التقرير غير صريح أو غير صحيح ويقع في خانة التحليل والتكهن، وأن الأمر الوحيد الذي جرى توافق والتأكد عليه من الرئيس الحريري والثنائي الشيعي هو العمل بكل وسائل على منع الفتنة وحماية السلم الأهلي. يعني استاذ لين، حوصلنا لختام حلقتنا لليوم. انا بدي اشكر حضورك معنا، عملنا قراءه سريعه على الوضع السياسي الداخلي. عضو مجلس حزب الكتله الوطنيه لين حرفوش، شكرا لحضورك معنا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نحن رح نكمل معكم بعد النشره الاخباريه لقاءات المباشره عبر برنامج لبنان اليوم، وايضا مباشره من المجلس النيابي مع زميلي هبه عياد والزميلي نوال الاشعر.